وللحديث عن هذا الموضوع معنا مباشرة العميد المتقاعد جورج نادر. عميد أهلا بك. ما المتوقع أهلا إذن فيك. من زيارة هوكشتاين، وهل سيستطيع إحداث خرق في المفاوضات البحرية؟ قبل التوقع ست ديانا، خلينا نوضح شغله. الرساله يلي بعثتها سفيره لبنان بالامم المتحده باعاز من رئيس الجمهوريه هي رساله ناقصه. كان المفروض ينمضى مرسوم تعديل احداثيات المرفقه بالمرسوم 6433 لاثبات حق لبنان بالخط 29 جنوبا، حتى نتفاوض نحن بعدين على الخط 23 مثل ما انقال. اليوم هذا حق لبنان بالخط 29 ولا يمكن التنازل عنه بمقدمة الدستور. لا يجوز التخلي أو التنازل عن أي قسم من الأراضي اللبنانية. كيف كان لما بيصير هالتنازل لصالح العدو بأرض بمنطقة بقدر الخبراء أنه فيها بالقليل 40 مليار دولار غاز؟ الرسالة بتقول أنه نحن بنهدد بتعديل الإحداثيات، عدلوا الاحداثيات تبع المرسوم وثبتوا حقكم بالامم المتحده، بعدين تفاوضوا مع الجانب الاسرائيلي. الجانب الاسرائيلي راسم الخط واحد، يعني شمال الخط 23، يعني الجانب الاسرائيلي عم يقضم 2290 كيلومتر بما يعادل خمس الاراضي اللبنانيه. وهيدا هون في سؤال محور الممانعه اللفظي، شو عمل من سنتين لليوم لما انطرح الامر هذا على الاعلام؟ شو عمل محور الممانعه؟ شو اعترض؟ شفنا مواقف مبهمه او سكوت ملتبس ومرتكب اذا بدنا نقول. امبارح بيقولوا الامين العام لحزب الله نحن نلتزم بهذا الملف قرار الحكومه اللبنانيه. لا، ما التزمت بقرار الحكومه لما رحت على سوريا. طيب هل برايك اعتمد الرئيس عون برسالته الى مجلس الامن الخط 29 ام 23 لترسيم الحدود؟ مثل ما قلت لي سيدتي، قبل ما نعتمد الخط 29 بدنا نبعث على الأمم المتحدة تعديل إحداثيات. يعني رئيس عون لم يعتمد الخط 29، لم يعتمده قانونا. إذا ما اعتمدناه قانونا بعدنا مش منطقة متنازلة. نحن اعتمدنا قانونا بال 2011 بالمرسوم 6433 الخط 23، يعني جنوب الخط 23، يعني بين الخطين اللي فيه 1430 كيلومتر، لا تعد بالقانون الدولي منطقة متنازل عليها، إنما منطقة معترف فيها من قبل لبنان بأنها أرض إسرائيلية. العميد المتقاعد جورج نادر، شكرا لك.